تفتتح يوم الجمعة المقبل بمدينة ملبورن الاسترالية نهائيات النسخة 16 لكأس آسيا بلقاء في المجموعة الأولى يجمع منتخب استراليا مستضيفة البطولة والمنتخب الكويتي أحد 9 منتخبات عربية تشارك في البطولة. مع المهمة الصعبة التي تنتظر الأزرق في مواجهة وصيف النسخة الماضية، يواجه المنتخب العماني اختبارا لا يقل صعوبة يوم السبت أمام نظيره الكوري الجنوبي في اللقاء الثاني بالمجموعة الأولى. أما في المجموعة الثانية فيبدأ المنتخب السعودي مسيرته في البطولة بمواجهة العملاق الصيني يوم السبت القادم، يسبقه صداما قوي بين أوزبكستان وكوريا الشمالية. في المجموعة الثالثة التي تضم الثلاثي العربي قطر والإمارات والبحرين، يبدأ الأخير مشواره باختبار صعب أمام منتخب إيران أحد عمالقة اللعبة في القارة الصفراء. أما المواجهة الأولى بهذه المجموعة فتشهد ديربي خليجي ساخن بين المنتخب القطري المنتشي بتتويجه بكأس الخليج مؤخرا بالرياض ونظيره الإماراتي الذي يطمح مع مديره الفني مهدي علي في استعادة بريقه بعد إخفاقه الأخير في العرس الخليجي. أخيرا وفي المجموعة الرابعة يبدأ المنتخب الفلسطيني مشاركته الأولى في البطولة بمواجهة العملاق الياباني حامل اللقب في 12 من هذا الشهر، يليه وفي نفس اليوم ديربي عربي آخر بين المنتخب العراقي وجاره الأردني. تاريخيا انطلقت النسخة الأولى للبطولة في ضيافة هونغ كونغ عام 56، وتمكن المنتخب الكوري الجنوبي من إحراز اللقب على حساب الكيان الصهيوني، ثم حافظ عليه في النسخة التالية على أرضه على حساب نفس المنافس الذي عاد وأحرز لقب بطولة 64 التي نظمها على الأرض العربية المحتلة بعد تفوقه على المنتخب الهندي. منتخب إيران فرض سطوته وأحرز 3 ألقاب متتالية أعوام 64 و68 و72، ثم نجح المنتخب الكويتي في اقتناص أول لقب للمنتخبات العربية عام 80 على حساب كوريا الجنوبية في البطولة التي نظمها على أرضه. من جانبه صعد المنتخب السعودي على منصات التتويج للمرة الأولى عام 84 في سنغافورة وذلك على حساب الصين، ثم حافظ على اللقب في النسخة 9 في قطر عام 88 على حساب كوريا الجنوبية. ثاني نهائي عربي بين العراق والسعودية التي توج خلالها أسود الرافدين باللقب للمرة الأولى بفضل هدف النجم يونس محمود قبل عودة اللقب مجددا لحوزة المنتخب الياباني في النسخة الماضية بعد تفوقه على أستراليا بهدف دون رد في البطولة التي نظمتها دولة قطر. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، وكل التمنيات القلبيه لكل الفرق العربيه بالتوفيق في هذه البطوله الصعبه باذن الله عز وجل ان يصبح اللقب عربيا. خلينا نرحب على الهاتف بكابتن علاء عبد الصادر رئيس جهاز الكره بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن علاء. مساء الخير يا كابتن شويه. ازي حضرتك ومبروك طيب. الماتش اللي فات وحضرتك طيب. ربنا يخليك. اظن مباراه صعبه في وسط اجواء صعبه، الارض كانت صعبه شويه والظروف اللي كان بيمر بها الفريق اعتقد كانت مصعبه المباراه شويه يا كابتن علاء. لا والله هو الملعب مش سيء، هي مشكلة في الملعب بس الهواء 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 مفتوح شوية
انما ارضيه الملعب ارضيه لحد كبير معقوله قوي كويسه يعني بصراحه مهتمين بيها. انما هي المشكله طبعا في الهواء، هواء بيجي من كل الاتجاهات وبان قوي ادائنا في الشوط الثاني مش عارف تعدي من نص ملعبنا كله ملعب تعدي بالعافيه. نعم كابتن، يعني ما اثير بعد المباراه عن مشكله بين جريد وبين اداره نادي الجونه؟ انا عارف ان علاقتك طيبه بتسوبل والجونه بالتحديد، انت علاقتك طيبه جدا بيهم وبعض الملاسنات اللي حدثت، هل انتهت ولا لسه موجوده؟ لا 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 مفيش حاجه، ابن نفذت هو تسوبل عصب شويه بس فطلع وطلع بعد كده بارك لنا وبتاع مفيش حاجه، وده النادي الاهلي ونفس الشيء احمد الصحيفي ومجدي طلبه، يعني الموضوع كان جو اخوي يعني مش مشكلة خالص. خلص يعني؟ لا مفيش حاجة. طيب خلينا اسألك عن شريف اكرامي وما تردد عن قرب عودته، انا عارف انه بيتمرن بشكل كويس لكنه لسه ما نزلش في تدريبات الحراس، يعني هل على وشك الدخول التدريبات الجماعية؟ ان شاء الله في خلال من 5 ايام لاسبوع ان شاء الله يبقى موجود في الملعب طبيعي خالص ان شاء الله بإذن. كابتن علاء، القائمة الافريقية عملت قلق شوية، يعني استبعاد خيري، استبعاد ايدان، يا خيري مشي خلاص راح وادي دجلة، هل ايدان خلاص بيترك النادي الاهلي؟ هل معنى عدم ضم محمد فاروق وشريف عبد الفضيل انه واسلام رشدي انه ممكن ما يكون لهمش مكان في النادي الاهلي في المستقبل؟ والله انت مش بتقول، بص انا يمكن اول مرة اصرح بالكلام ده. هي المشكلة عندنا طبعا انت عارف حضرتك افريقيا 30 لعيب. نعم. والمفروض اللي احنا بنخلي جزء لبدايه الموسم، لان احنا المشكله في افريقيا احنا غير غرب افريقيا وافريقيا الوسطى، الموسم بتاعنا بيبدا في اغسطس، هم عندهم بيبدا دلوقتي من يناير يعني. نعم. هو بالنسبه له لما بيحط القائمه بتاعته بيكمل بيها السنه موسم كامل يعني. نعم. احنا عندنا مشكله اللي احنا وانا يعني اتكلمت مع الاستاذ عمرو شاهين في الاتحاد الافريقي ونقلت وجهه النظر واتفقنا ان احنا هنبعت لاتحاد الكوره وصيغه بيتقال فيها ان مش يعني لتحت الفرص لكل الفرق في قاره افريقيا، ان لازم نعلي العدد شويه يوصل ل 40. فانا هتكلم مع الانديه اللي هي مشتركه في افريقيا كلها بحيث ان نبعت جواب زي ده واتحاد الكوره. فكره كويسه، فكره كويسه، او 35 حتى يعني. وقال لي في الحاله دي مش هيتم السنه دي، هتتم من السنه الجايه ان شاء الله. وهو يعني عملنا اتصالات بالاتحاد الجزائري والاتحاد التونسي والاتحاد السوداني بحيث ان يبقى ده كله شمال افريقيا بيقدم الكلام ده، يبقى اعتقد ان هتبقى يعني فيها فرصه كويسه اللي احنا نقدر القائمه تبقى الامور متاحه شويه. ما تتعرضش للازمه اللي تعرضت لها السنه دي في الكونفدراليه. ما تتعرضش للازمه بالظبط. صحيح. هل لقيت موافقه مبدئيه من الاتحاد الافريقي؟ بس طيب. في الحاله دي ان شاء الله هتتعرض في الاجتماع بتاع الجمعيه العموميه اللي جاي، مش هيتم فيها البطوله دي، انما ان شاء الله في كان النادي الاهلي ليه نصيب في البطوله الجايه هيبقى موجوده في البطوله الجايه دي. طيب اسالك عن موقف موسى ايدان. موسى مع المنتخب دلوقتي. ولسه برضو الامور ما زالت معلقه، فلو حاجه هنعلنها فورا يعني. لا يعني جاله عروض ولا ما جالوش عروض يا كابتن علاء؟ لا في عروض بس لسه لغايه دلوقتي هو الولد مع المنتخب، فاحنا لازم نرجع له ولازم نرجع للايجنت بتاعه اللي موجود هنا في مصر عشان هو يوصل له. فيعني في خلال اليومين الجايين ان شاء الله يعني هتاخد قرار فيه. احمد خيري نهائيا في وادي دجله خلاص يا كابتن؟ لا لا لسه احمد خيري موجود معانا. يعني صفقة انتقال الدجلة فشلت؟ ما فشلتش، انما يعني ما انا قلت له شوف اتفق على الارقام اللي انت عايزها وحسيت ان ما فيش اتفاق رجع تاني يعني. طب اذا لم يوفق هيكمل لحد نهاية الموسم مع النادي الاهلي يا كابتن؟ هو كل اللعيبة مقيدة لنهاية الموسم ما كانش كبير. طيب كويس، يعني الاهلي مش عارضه للبيع يعني، هو اذا لا 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 هو اذا هو طلب مننا هو طلب مننا ان انا مش عايز حاسس ان انا ماليش دور فانا عايز اطلع العب وبتاع كان طالع اعاره ولا كان طالع بيع يا كابتن علاء؟ لا كنت طالع بيع. كان طالع بيع. طيب ماذا عن اللاعبين الجدد؟ يعني انه النادي الاهلي بيسعى لضم 2 لاعبين وبنسمع، انا نفسي اعرف بس الخبر منك، قول لي الخبر اليقين. لا في مفاوضات، لانه اسماء كثيره جدا فبتعمل بلبله يا كابتن علاء. هو مؤمن زكريا خلاص تمام، تم تقييده النهارده تمام والكميه بتاعه طلع كويس وان شاء الله يبقى موجود معانا الماتش الجاي. ازاي بقى الكره واقفه النهارده؟ ما انا لسه دي نقطه هاجي لك. طيب اتفضل ناخدها بس واحده واحده. ماشي ماشي. والمكانين التانيين اللي فاضيين
بنسبه 99.9 هيبقى من افريقيا باذن الله. 99.9 من افريقيا. طب يعني طماع شويه يعني، طب قول لي بس المراكز يعني، بلاش تقول لي يعني، قول لي المراكز. هيبقى هاف ديفندر وفرود ان شاء الله. لاعب وسط ديفندر ومهاجم. طيب طماع شويه كمان الجنسيات بقى يعني، واحده واحده كده يعني. والله بص احنا يعني بنشوف الجنسيات كتير. ربنا يسهل. الاقرب يعني، الاقرب الاقرب ايه؟ الاقرب والله احنا عاملينها يعني بلان ايه بلان بي يعني، ما منفعش ايه يعني. طب ايه بلان ايه؟ بلان ايه بيقول ايه؟ بيقول فيروت. ايوه ما انا عارف فيروت جنسيته ايه. وبلان بي جنسيته ايه يعني؟ شوبير بقى بلاش تزنوني يا شوبير. لا طب بس الجنسيه بس جنسيه يا يعني. بص انت قعدت ترقصني في مؤمن ذاكرها في الاخر، قلت لك مؤمن وقع للاهلي. اتفضل. فرقه وجنسيه مصري. افريقي مصري يعني؟ لا افريقيا ان شاء الله. طيب خلاص عموما انا بحترم هذه الخصوصيه. طيب خليني اسالك عن موضوع مؤمن زكريا. النهارده الزمالك قدم اوراق واتحاد الكوره اوقفه لحين التحقيق معاه، وانت بتؤكد انه موجود معاك في القائمه في المباراه المقبله. لا مبدا انه يتوقف يا كابتن شوبير من غير تحقيق ده مبدا مرفوض خالص. لا ايقافه لحين التحقيق يا كابتن، والتحقيق يوم الثلاث. ما يتقالش ايقافه، يقول في تحقيق، ما يتقالش ايقافه. اه ماشي انت معاك حق. افرض التحقيق. معاك حق معاك حق معاك حق. استدعاء للتحقيق، استدعاء للتحقيق. استدعاء تاني ومره اثنين وثلاثه، ما فيش ماشي كوره خالص. تمام. اتحقق معاه. اه. الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط، وبعد كده تاخد قرارك. انما مبدا الايقاف ده احنا مش موافقين عليه تماما. ماشي تماما. لا خلي بال حضرتك انا مع الاصول، صحيح انه يتم التحقيق معاه ثم يتم اتخاذ القرار. معاك حق. يعني انا النهارده لو اجي اقول له انا مضي ميسي هيروح يوقف ميسي؟ مظبوط. لا بس هو بيقول انه لازم يحقق. ماشي حلو. طيب عشان تحقق تاخد قرارك بعد كده بالايقاف او عدم الايقاف. طيب حضرتك بتؤكد انه موجود في القائمه؟ اه موجود. يعني بتؤكد انه مش هيتوقف؟ لا ان شاء الله مش هيتوقف. طب اذا كان الزمالك يقال انه قدم عقد وقدم رغبه وقدم استماره. والله انا هدي فرصه للمؤمن هو اللي يرد على الكلام ده كله. هو جنبك؟ ان هو مؤمن. لا لا انا مش معايا. لان هو مؤمن اللي بياكد ان مفيش حاجه خالص. وان الراجل ولا مضى على رغبه ولا على استمارات غير للنادي الاهلي. والرغبه كانت للنادي الاهلي والنادي انبي. فهو هو يعني اللي هيطلع بقى يعبر عن الكلام ده، لان هو يبقى اوقع منه. ده الكلام ده هيبقى في مؤتمر صحفي ولا في التحقيق يا كابتن؟ لا 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 في التحقيق، والولد هيطلع عن طريق الموقع الرسمي بتاعنا، هينقل وجهه نظره كلها وتتنقل من خلال الموقع الرسمي. ده امتى يا كابتن علاء؟ النهارده باذن الله. يعني مؤمن هيطلع في لقاء ولا عبر موقع النادي الاهلي هيعلن كل التفاصيل؟ بالظبط كده ان شاء الله. وانت تؤكد انه لم يوقع لا رغبه ولا عقد مع نادي الزمالك؟ ده الكلام اللي قاله لي ان هو ما مضاش على العقد. هل انت واثق في كلام مؤمن لهذه الدرجه يا كابتن علاء؟ معلش ممكن يكون لعيب برضه فرحان وعايز يلعب. انا هسيبه هو اللي يقول بقى، يعني هو اللي يقول الكلام بس ده. يعني شايفك متاكد، شايفك واثق. لان يعني اخليه بس هو يحكي الكلام ده بنفسه، وانا متهيألي تبقى اوقع كتير مني يعني. انا في النهايه. طب هيحكي الساعه كام يعني؟ هيحكي الساعه كام؟ بعد ما اخلص معاك. طيب ماشي. طيب خليني اسالك بقى عما تردد انه سيادتك طلبت رفع راتبك، وحوري لك الخبر على الشاشه انك فجاه طلبت رفع راتبك الى 150,000 جنيه، وانه مجلس اداره رفض ده، اهو يتمسك برفع راتبه الى 150,000 جنيه ومجلس اداره يرفض طلباته. ده علاء عبد الصمد. والله يا كابتن انت عارفني كويس. انا والله ده اتكلمت بالنيابه عنك في مقدمه الحلقه، بس طبعا افضل يعني حضرتك. واضح ان الخبر ده مقصود بيه حاجه معينه يعني. اللي هو تشويه الصوره اساسا. انا عمري ما طلبت فلوس من النادي الاهلي. ولا عمري اتكلمت في حاجه زي دي خالص. ويعني مش عايز اقول لك ان مرتبي لسه قبض من شهرين بس. انا عارف ده، قعدت 3 شهور ما تقبضش او 4 شهور ما تقبضش، عارف ده. يعني مش يعني الموضوع ده عمري ما بصيت له، وانا بعتبر ان انا شغال في مكاني وبيتي. وشرف ليا ان انا بنتمي للنادي الاهلي. لان دي اكبر شرف لاي حد هنا في مصر، ودي يعني لا تعادل اي مقابل مادي. فطبعا الكلام ده غير صحيح بالمره خالص يا كابتن علاء. لا خالص خالص. ولن تطلب زياده خالص يعني، ولا اتكلمت في حاجه خالص. وحتى لو راتبك ما طلعش مش هتطالب بيه؟ لا 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 لا، الموضوع ده مش بالنسبه خالص كده خالص. كويس ان انت بتوضح ده. طيب عايز اسالك على رمضان صبحي، وانه سمعت انه ما زال جريده غاضب منه انه لا ينفذ تعليماته، وفي شويه يعني
لوم او غضب من الراجل على رمضان صبحي؟ لا والله يا كابتن شوبير هو وهدده كمان انه يتمرن مع الناشئين عشان اكمل لك. لا 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 لا, لا الكلام ده ما حصلش خالص. ورمضان بيتمرن كويس جدا. ورمضان من ساعة الازمة الاخيرة ده هو ملتزم التزام غير عادي. انا عارف ان انت عامل فولو يعني فولو اسريا كمان وراه بشكل جيد ودور يحسب لك انت بتعلنوش بس انا عارفه بشكل كويس يعني. لا هو الولد ملتزم جدا جدا وبيتمرن كويس. بس هي القصة كلها ان في تخمة في المكان ده شوية. واحنا الفترة اللي فاتت الناس كلها بتتعاتبنا عن عدم تثبيت الفريق، يجي تثبت الفريق شوية يقول لك ده بيلعبش ليه وده ما بيلعبش ليه وده ما بيلعبش ليه، تدخل يقول لك قصيته ما تثبتوش الفريق. فهو اللي عندنا يعني كمية لعيبة الحمد لله رب العالمين في المكان ده لعيبة كويسة ولعيبة على مستوى عالي وفيها خبرات، وأنا بعتبر رمضان بالرغم من صغر سنه إن عنده الخبرة لأن صحيح ما شاء الله 17 سنة. إنما لو أنا جاي من بره وبتفرج عليه أحس إنه لعيب بقاله 10 سنين بيلعب في الفريق. يعني بتاع رمضان مفيش اي حاجه خالص، وكان هو الماتش اللي فات او الماتش اللي قبليه ما كان بره. اتفضل يا كابتن. كابتن علاء. الو الو. ايوه كابتن علاء اتفضل يا كابتن. ممكن تلاقيه في التشكيل وتلاقيه موجود عادي يعني، فمفيش مشاكل خالص يعني، رمضان ملتزم جدا. وبالعكس الراجل يعني من كابتن يعني مبسوط ان في نوعيه زي رمضان موجوده في الفرقه. مبسوط بأمانة شديدة. حسام عاشور تعمد الحصول على الانذار الثالث وفي عقوبة تم توقيع عليه من قبلك؟ لا لا خالص. لا هو ولا وليد سليمان؟ لا لا احنا لو رجعنا للماتش يعني هي ايده جت بصورة تلقائية خالص ما حصلش خالص يعني. لا حسام من اللعيبة الرجالة ولعيب محترم ولعيب لا غنى عنه في الفرقة يعني، ونفس الشيء وليد. اعتقد هي بتبقى حميه وعايزين نكسب الثلاثه بونت وبتاع، فبتبقى كلها حاجات كوره مشتركه يعني، ما تبقاش تقول ان هو يقصد ما يقصدش. كابتن علاء ايه موقفكم من مباراه الاهلي والمصري خصوصا مع بعض الاراء دلوقتي اللي طالعه من قبل بعض المشجعين تطالب بتاجيل هذا اللقاء؟ والله احنا لغايه دلوقتي اتحاد الكوره بياكد ان المباراه هتتلعب في معانا. لو اتحاد الكوره اصر ان المباراه هتتلعب معاها هنلعب طبعا، مش هنقدر نقول لا. نعم يعني اللعيبه بتستعد والجهاز بيستعد انه في مباراه ما بين الاهلي والمصري يوم 10 يناير، وما ما ما, ما اخترقوش باي تاجيل يا كابتن؟ لا لا ما عندناش اي خبر ان في تاجيل ولا حاجه. طيب طمني العلاقه بين جريدو واللاعبين بقت جيده يعني او بقت كل يوم بتبقى احسن من الاول يا كابتن؟ طبعا بتتحسن يوم بعد يوم يعني. يوم بعد يوم الناس بتبدا تفهم. ويمكن هو قلل من عصبيته شويه الفتره اللي فاتت، ودي واضحه قوي في الاداء بتاع اللعيبه واضحه في ادائه على الخط حتى. انما في النهايه ده انا لسه ما زلت بقول ان هو ده مدرب كويس ولازم نديله فرصه كامله. وده الفرق بين النادي الاهلي واي حد تاني، ان انت بتدي فرصه 100% للراجل المسؤول بحيث ان بعد كده الحساب بيبقى في نهايه الموسم. الفوز على المقاصة ثم الجونة محى تماما اثار هزيمة الاتحاد يا كابتن علاء؟ بالنسبة لي انا لا. لسه. بالنسبة لي انا لسه. لسه غاضب. انما ان شاء الله باذن الله مع الوقت مع مكسب يجيب مكسب تبقى الامور كويسة باذن الله. هل يعني حفزت اللعيبة مثلا ان يكونوا ابطال الدور الاول ده اللي يمحي اثار الهزيمة عند حضرتك؟ ابطال الدوري هو ده اللي ابطال الدوري مش يعني هو بالنسبه لي انا اطلع بطل الدور الاولاني مش هعمل حاجه بيها يعني. في نهايه الدوري لما ابقى بطل الدوري هي دي اللي بتفرق معايا. الان شايف مين المرشح الاول؟ هل الاهلي اصبح مرشح الاول بعد انتصاراته ولا الزمالك بعد فوزهم الاخرين خصوصا مع يعني اهتزاز نتائج ام بي في المباراتين الاخيرتين؟ لا والله بص انا شايف ان نادي ام بي مرشح قوي جدا. وادي دجله بجانب الاهلي والزمالك طبعا يعني. وادي دجله مرشح قوي جدا. انا شايف ان الموضوع مش هيخرج بره الاربع فرق دول يعني. شايف ان المنافسه رباعيه على بطوله الدوري العام. انا بشكرك كابتن علاء عبد الصادق شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. من الصعب تاخد خبر من علاء عبد الصادق لكنه في كل الاحوال قال لنا بعض الاخبار المهمه
اهمها انه اصلا انا كنت عارف انه بيبطش فلوسه لحد شهر او شهر ونص فات او شهرين فاتوا، انه لم يتقدم ولن يتقدم بطلب لرفع راتبه، حاول يجمل موقف رمضان صبحي بقدر الامكان، نفى انه وليد سليمان او حسام عاشور حصلوا على الانذار الثالث، اكد انه مؤمن زكريا موجود في المباراة القادمة في القائمة، وانه لم يوقع لنادي الزمالك لا رغبة ولا يعني عقد، رغم ان احنا كنا طلعنا الصورة دي، او انه الزمالك لا يملك هذه الاوراق حتى لو كان اللعيب وقع. اكد كمان رفضه كلمة ايقافه، لكن وافق على كلمة انه التحقيق مع اللاعب مؤمن زكريا. اكد ان الشريف اكرامي في طريقه للعودة الى الملاعب، قال انه موسى يدان واحمد خيري لهم الحق ان هم يغادروا النادي لو عايزينه، ان موسى عنده عروض بس هل هو موافق ولا لا توقف عليه، وان احمد خيري يعني لم يتفق مع نادي دجلة وبالتالي عاد الى التدريبات، وقال انه لم ينفي انه اللاعبين سواء كان فاروق او اسلام رشدي او شريف عبد الفضيل بيواجهوا مشكله بعدم تقدم في القائمه الافريقيه، واجب عليهم ان هم يشدوا حيلهم شويه. وفجر مفاجاه انه طلب زياده عدد اللاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه على الاقل في دول شمال افريقيا اللي الدوري بتاعها بيختلف عن غرب افريقيا الى 40 نادي، وانه اجرى اتصالات مع الجانب السوداني او الاتحاد السوداني والاتحاد التونسي والاتحاد الجزائري والاتحاد المغربي من اجل الموافقه على هذا الطلب، وعرضه على الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي لكره القدم لانهاء كل هذه المشاكل. كل ده قاله كابتن علاء عبد الصادق، وبشكره على المداخله. اخد بعض الرسائل، انتوا عايزين تطلعوا فاصل؟ اخد بعض الرسائل. امل الحياه، نفسي كل الادارات تبقى زي اداره النادي الاهلي، تعمل باحترام مش كل ساعه طالعه في الاعلام. احمد او عفوا محمود عرفه، جماهير الزمالك تطالب باعادته الى مركزه المفضل تيحه. احمد الشيخ، في الزمالك سرا ليه الاهلي مش راضي يقدم شكوى ضد حفني والثلاثي بتاع الشرطه ده محمد السقا؟ ازاي ما عندناش غير باسم باك يمين ويمشي شريف من القائمه؟ امال مين اللي هيلعب ناحيه اليمين؟ ده علي يوسف، احنا بدانا نكره الكوره من كتر التصريحات. رضا علي، ما رايك في بحث الزمالك على مدرب مصر محمد صلاح موجود؟ ده متروك لاداره الزمالك. مصطفى سيد، اخر تورات موقف ايمان مؤمن زكريا، هل هتوقف ولا لا؟ وصفقات الاهلي الافريقيه، اعتقد الكابتن علاء عبد الصادق رد على حضرتك. محمود حماد، اخبار مؤمن ايه؟ كابتن علاء رد. هيما حامد، ليه يا كابتن الزمالك الزمالك عازم الاهلي ايه؟ اراقب بصمت للعيبه دي، مضت للاهلي فعلا، ما كانش الاهلي استنى وكان هيقدم عقدهم. دي بعض الرسائل اللي موجوده. خليني اروح لفاصل وارجع لحضراتكم، لانه عندي قضيه يعني هعلق على كلام الكابتن علاء عبد الصادق حول مباراه الاهلي والمصري، ولكن بعد الفاصل. زي الكاميرا 3, 2, 1, and action. Juventus lo scatto per il toro di Rossi. Is that camera on? 3, 2, 1, and action!